مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع اعتبارا من ظهر يوم الأحد ويوم الأحد ويوم الاثنين وحتى صباح يوم الثلاثاء، تتأثر المملكة بمنخفض جوي شمال جزيرة قبرص جنوب تركيا مصحوب بكتلة هوائية باردة، وينتج عنه أمطار غزيرة ورياح شديدة وأيضا انخفاض كبير على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، LG الرؤية الحديثة، مختبرات ميدلابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ من يوم الأحد باستعراض أيام الأسبوع. يوم الأحد وخاصة في ساعات الظهيرة وما بعد ظهر يوم الأحد، تتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وبالتالي تشتد سرعة الرياح، تكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة. واعتبارا من ساعات الظهيرة وما بعد الظهر تدخل الجبهة الهوائية الباردة في المناطق الشمالية ثم الغربية، ثم تمتد تدريجيا مع الوقت إلى بقية المناطق، فيطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة. أجواء غائمة باردة ماطرة، زخات رعدية من مطر في معظم مناطق المملكة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد، وتكون غزيرة أحيانا تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وجريان المياه في الأماكن المنخفضة، وأيضا تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. الأجواء في المناطق الشمالية باردة غائمة ماطرة 19-13، المرتفعات الوسطى 17-9، والمرتفعات الجنوبية 16-6، خليج العقبة غائم جزئي مع هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين ويوم الاثنين، والعظمى 28 والصغرى 15، الأغوار والبحر الميت أيضا 28-16، البادية الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة 19-7، والبادية الشرقية 23-10 أجواء مغبرة. ويوم الأحد يوم الاثنين بإذن الله يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة، انخفاض آخر كبير على درجات الحرارة، نقلة نوعية، هناك تغير كبير في درجات الحرارة ما بين يوم السبت والأحد والاثنين، فبنلاحظ أن درجات الحرارة أقل من المعدل بشكل واضح، أجواء باردة غائمة، زخات رعدية من المطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد في معظم مناطق المملكة. وبالمناسبة ذروة هذا المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المصاحبة له ستكون ليلة الأحد على الاثنين، أكثر فعالية، أكثر سرعة رياح، أكثر هطول بإذن الله. لكن يوم الاثنين بتكون الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 17 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 13-11، المرتفعات الجنوبية 10-7، الأغوار والبحر الميت 22-14 درجة، والعقبة 23-15، البادية الجنوبية الشرقية 14-8، والبادية الشرقية 18-9. إذا الأمطار راح تكون اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد وبعد عصر ومساء يوم الأحد تقريبا شاملة في معظم مناطق المملكة. يوم الثلاثاء بقايا الكتلة الهوائية الباردة في ساعات الصباح، أجواء باردة غائمة جزئيا، تبقى هناك فرصة لكن ضعيفة لبعض الأمطار المتفرقة في ساعات الصباح. وأيضا يوم الأحد يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تبقى أقل من المعدل، المناطق الشمالية 19 العظمى والصغرى 14، المرتفعات الوسطى 15-12، المرتفعات الجنوبية 14-8، الأغوار والبحر الميت 26-16 درجة مئوية، والعقبة 26-17، البادية الجنوبية الشرقية 17-8، والبادية الشرقية 19-10 درجات مئوية. يوم الأربعاء ارتفاع آخر قليل
درجات الحرارة، لكن تبقى حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل. بتكون الأجواء تقريبا خريفية لطيفة في ساعات الظهيرة، لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الليل. العظمى في المناطق الشمالية 21 والصغرى 16، المرتفعات الوسطى 18-12، والمرتفعات الجنوبية 16-11، الأغوار والبحر الميت 28-18 درجة، وخليج العقبة 28-19، البادية الجنوبية الشرقية 18-11، والبادية الشرقية 20-12 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع آخر قليل، تقريبا درجات الحرارة حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل، وبتكون الأجواء لطيفة في ساعات الظهيرة لكنها تميل للبرودة في ساعات الليل. العظمى في المناطق الشمالية 22 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 18-12، المرتفعات الجنوبية 16-10، وار البحر الميت 20-17، وأيضا خليج العقبة 27-17، مع طبعا يوم الخميس ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية. المنطقة الجنوبية الشرقية 20-10، والمنطقة الشرقية 21-12 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء تقريبا لطيفة في ساعات النهار في ساعات الظهيرة، لكنها تميل قليلا إلى البرودة أثناء الليل. المناطق الشمالية العظمى 21 والصغرى 17، المرتفعات الوسطى 17-13، والمرتفعات الجنوبية 16-12، الأغوار والبحر الميت والعقبة 27-19، والبادية الجنوبية الشرقية 20-11، والبادية الشرقية 21-14 درجة مئوية. مشاهدينا، نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء تأثر المملكة بالمنخفض الجوي، والانتباه من سرعة الرياح وتثبيت المقتنيات خوفا من سرعة الرياح، أيضا تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أولا ثم الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وأيضا الانتباه أن هناك تغير كبير في درجات الحرارة. يعني يوم السبت وصلت 21-22، يوم الأحد بحدود 16-17، لكن يوم الاثنين ستنزل العظمى إلى 13 درجة والصغرى تقريبا إلى 8-9 درجات مئوية. مشاهدينا، نرجو للجميع السلامة، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، LG الرؤية الحديثة، مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.